مصر عامله مجهود ممتاز بصراحه، والحكومه المصريه عامله مجهود من كوفيد 19 لغايه من اول ما جه مصر او من اول ما وباء جه مصر هنا. وهي الحكومة المصرية عاملة مجهود ممتاز، وعلى رأسهم طبعا الإدارة التنفيذية العالية للرئيس السيسي. التنظيم كان هايل بجد، كل حاجة كانت ماشية بالشكل المشاهد والجمهور حاسة ان هو كان غير متوقعه من كتر ما هو كان منظم وجميل، وكل حاجة كانت ماشية حلو. وده طبعا كان مؤثر على ردود فعل الجماهير الخارجية. حلو جدا وعجبني، ويعني هم مرتبين كل حاجة تمام وكويس جدا. كان الاحتفال حاجة مشرفة جدا للبلد، وحاجة بسم الله ما شاء الله يعني حلوة. التنظيم طبعا رائع جدا، حاجة متوقعة من مصر أم الدنيا إن هي تستضيف وتبقى بالجمال ده كله. والله التنظيم كويس، ومصر عاملة بطولة جميلة. التنظيم صراحة كان مشرف جدا بتاع مصر في كأس العالم، والحقيقة يعني كان تحدي كبير، لأن احنا يعني نظمنا الحفل ده أو البطولة دي في وقت صعب جدا. التنظيم كان كويس، والناس كلها كانت لابسه الماسك والحاجات دي كلها، يعني كان متظبط كل حاجه. والله يا مصر منظمه البطوله على قدر كافي من الكفاءه، وواضح في الفتره الاخيره كمان ان الاجراءات اللي اتبعتها مصر عشان تفضل محافظه على التنظيم اللي هي عاملاه البطوله، واصرارها على ان مصر تقيم البطوله في مصر خلال الفتره دي، من جهود الدوله نفسها في عمليه التنظيم واهتمام وزير الشباب واهتمام رئيس الوزراء بالموضوع. هو تنظيم ممتاز جدا، وباين قدام العالم كله اللي مصر قادرة تنظم بطولة زي دي، بطولة تاريخية في أرض مصرية، اللي هو شرف لينا أنا كواحد من الشعب، شرف ليا اللي هي بلدي تنظم بطولة زي دي. تنظيم محترم جدا. طبعا التنظيم هايل، يعني مصر كل مدى بتورينا هي قادرة إن هي تعمل إيه أو بتحقق المستحيل، يعني زي ما بنقول شوف كنا فين والحمد لله النهاردة بقينا فين. يعني كون مصر تعمل بطولة العالم للكرة اليد، دي رسالة للعالم كله ان بلد مصر بلد الامن والامان، ودي مؤشر كبير جدا لنا، ودعاية لا يعني غير مسبوقة. فضلا ان الفريق المصري الحقيقة مشرفنا. طبعا تنظيم رائع، كرة اليد اللعبة الشعبية رقم 2 في مصر زي ما كلنا عارفين، والعالم كله بيتابعها، فتنظيم جيد جدا، وبالذات الملعب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ده إضافة للملاعب اللي موجودة جنب استاد القاهرة. يعني والله أنا شايف إن التنظيم ده غير مسبوق، يعني تنظيم هايل، وأول مرة يحصل إن يجي من غير جمهور. شايف أولا التنظيم طبعا جيد جدا، خصوصا في إن إحنا في زمن كورونا، طبعا الظروف كانت سيئة جدا، وإن في دول كتيرة جدا رغبت إنها تعمل التنظيم الكرة اليد خوفا من فيروس كورونا. إحنا الدولة الوحيدة اللي قدرنا نبهر العالم كله في إننا ننظم بطولة. والله أنا شايف إن هو تنظيم موفق جدا، وفي مجهود كبير مبذول فيه، وان كان ينقصه الحضور الجماهيري. يعني كان مهم جدا ان يبقى فيه جماهير، بس نظرا لجائحه كورونا اللي موجوده يعني هو ده اللي منع الحضور الجماهيري. والله التنظيم السنه دي كويس جدا، خصوصا ملاعب مستواها حلو قوي زي الملاعب بتاعت اوروبا. يعني شايف بس التنظيم بس كان ناقصه ان الجماهير تبقى حاضره. يعني طيب احنا معانا الفقره دي واحد من نجوم الاهلي لكره اليد السابقين، واحد ابرز اللاعبين كمان اللي تالقوا في الملاعب ملاعب كره اليد، حقق العديد من الانجازات المحليه والقاريه. فنرحب بكابتن محمد عبد الوارث، هو نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد، وهنتكلم معاه اكيد عن تاهل منتخب هنا مصر لدور الثمانيه وبطوله كمان كاس العالم لكره اليد، وفرص مصر في الوصول ان شاء الله للمربع الذهبي. صباح الفل والنصر باذن الله. يا رب صباح الفل عليك. كابتن محمد منورنا، اهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي، وطبعا اكيد هنتكلم معاك بقى عن كل التفاصيل المتعلقه بمونديال مصر 2021. بس انا عايز اسالك، يعني طبعا انت تابعت معانا من خلال التقرير اللي فات، وتعرفت على اراء ووجهه نظر الجماهير لتنظيم مصر بهذه الفعاليه الدوليه بالمعنى الحرفي للكلمه. انت بقى راجل جوه المنظومه، يعني انت من اكتر الناس اللي بالتحديات اللي مصر وقفت قصادها وتغلبت عليها الى حد كبير جدا الحقيقه من اجل تنظيم هذا المونديال العالمي، فالى اي درجه كنا موفقين في هذا الامر، وخصوصا ان كان في تخوفات كتير في الاول، لدرجه ان البعض من الناس قال ما معناه، طب يعني مش وقت والكلام ده كورونا وهتستدعي كتير من يعني الامور اللي يعني في الظروف العاديه ما كناش هنخوض فيها، فانت شايف الموضوع ازاي؟ طبعا اول حاجه انا شايف ان هي كانت خطوه كويسه جدا لمصر. احنا بنبين للعالم كله احنا ازاي نقدر
وعندنا ان احنا نعمل كنترول على اي حاجه نقدر نعملها في مصر بحجم بطولة العالم. ان احنا ننظم بطولة عالم في وقت زي ده في جائحة كورونا، ان هي دي انا شايف ان هي تحدي كبير جدا. شايف ان لغاية وقتنا هذا الحمد لله الامور ماشية مستقرة، شايف ان مفيش اي قلق منها، شايف ان فعلا الاتحاد والبلد كلها في ظهر المنتخب ان هم يوصلوا للمرحلة دي، وان احنا نقدر نسيطر على الأجواء بتاعت كاس العالم من غير أي مشاكل لغاية وقتنا هذا. أنا شايف إن دي حاجة كويسة جدا، ودي حاجة إحنا نفخر بيها كلنا كمصريين. جميل. كابتن محمد، نخش تفاصيل شوية بقى المباريات المختلفة، المباريات المختلفة، ونحلل معاك، لأن زي ما كريم قال كده حضرتك من جوه المنظومة كنت لاعب وقدت مع مصر برضو بطولات قبل كده، وعندك من الخبرة ما يكفي أنك ترد على بعض التساؤلات أكيد اللي احنا حابين يعني نعرفها منك. بداية كده، احنا كمستوى منتخب من بداية مشاركتنا لحد دلوقتي نقدر نقيم وبمنتهى الصراحة نفسنا ازاي؟ والله أنا شايف إن الحمد لله المنتخب بدأ بدايته تدريجية، بداية موفقة طبعا، بغض النظر إن ماتش السويد هو بس اللي كان الشوط الثاني كان فيه حبة أخطاء، والحمد لله قدرنا نعالجها وظهرت في الماتشين اللي بعديهم اللي هو روسيا وبيلاروسيا، والحمد لله كان المباراة كانت ماشية بشكل كويس وكان السكور عالي. ماتش سلوفينيا كانت البداية، أنا شايف من وجهة نظري إن هو في سنة قلق، ماتش مهم، ماتش ليه أهمية كبيرة، إن أنا لازم أبقى موجود من ضمن الثمانية، والحمد لله اللي احنا حققناها. طبعا بغض النظر عن اللي كانت بداية المباراة ما كانتش موفقة بالنسبة للاعبين الشوط الأولاني بالظبط، بس الحمد لله إن المدرب ما بين الشوطين بدأ إن هو يتكلم وبدأ يصلح الأخطاء، المنتخب بدأ يسترجع تاني قوته. مجرد بداية أول خمس دقايق في الدقيقة خمسة من الشوط الثاني منتخب مصر عمل تغيير مش طبيعي، يعني هو تحول 360 درجة، والحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر على المباراة وظهرت النتيجة. طبعا الحمد لله احنا بالنسبة ان هو كان مكسب او تعادل احنا كده كنا نبقى تاني مجموعة، فانا شايف ان المنتخب بصراحة ما قصرش وادى دوره، وان شاء الله المباراة القادمة يعني نقدر، وما فيش حاجة اسمها مستحيل نقدر نوصل لها ان شاء الله. ما قصرش، فهو الحقيقة الشباب ده عاملين شغل زي الفل كما هو متوقع منهم، ويتناسب مع امكانياتهم، لان احنا عندنا منتخب فعلا قوي جدا على الصعيد العالمي فيما يتعلق بعالم كرة اليد. عايز اسالك على الى اي درجة استفادت كرة اليد المصرية ومنتخبها، منتخب مصر يعني لكرة اليد، من وجود عناصر من اللعيبة المصريين محترفين في الدوريات الاوروبية؟ بالظبط، طبعا احنا الحمد لله ان الفترة الأخيرة دي ان بدأ الاحتراف يبقى موجود، بدأ ان احنا عندنا مجموعة لعيبة انها تقدر تسافر وتحترف ويبقوا من نجوم العالم موجودين في الدوريات المختلفة بره. دي طبعا حاجة كويسة بالنسبة لنا ان هي بتاخد، ودي ظهرت عليهم في الملعب، زي محمد سند ما شاء الله عليه ماشي بطريقة هايلة جدا، قدر ان هو يوصل للعالمية. انا دي من وجهة نظري ان هو بقى عنده خبرات، كم الخبرات ان انا بقول لا انا معايا لعيب اوروبي في الملعب، بلس ان هو دلوقتي معاه احمد هشام لسه ولد مواليد 2000 لسه منتخب الشباب، ان هو يبقى يعني بالشكل ده بالحجم اللي هو موجود فيه وهو لسه سنه صغير، وان هو يبقى موجود في فريق كبير في الدوري الفرنسي وان هو يبان بالشكل ده، انا شايف دي حاجه كويسه جدا. عندنا ممدوح هاشم، عندنا يحيى خالد، عندنا علي زين، انا شايف ان في مجموعه كبيره، وكريم هنداوي والطيار، شايف بصراحه ان المجموعه كلها انا شايف ان هي مجموعه متكامله، طبعا بلس الخبره اللي موجوده احمد الاحمر اسطوره من الاساطير اللي موجوده في الهاندبول، قدر ان احنا نخلي شكل المنتخب انا من وجهه نظري ان هم عناصر كويسه جدا، وان شاء الله الفترات الجايه والبطولات الجايه ان شاء الله هيبقى منتخب بتاعنا ان شاء الله من ضمن الاربعه. كويس جدا، وده اكيد اللي احنا بنأمله، وده اللي نقدر نقول الصوره كده الى حد ما واضحه ان ممكن ده فعلا في يوم من الايام يحقق، واملنا كمان في البطوله دي باذن الله المونديال ده. هروح معاك برضو، اسمح لي ليه تفاصيل اكتر، لان في حول البطوله دي حاجات كتيره جدا، يعني الاهتمام الاعلامي اللي اختلف برضو بشكل كبير، التهنئه اللي جت من سياده الرئيس، كل دي محاور اكيد انا وكريم حابين نتكلم حضرتك فيها، لكن لو اتكلمنا عن فكره هنا الماتش تحديدا بتاع سلوفينيا وما هو قادم للدنمارك، زي ما حضرتك قلت احنا بنتكلم
عن بطل العالم عام 2019، وكمان عندهم اكتر او احسن او افضل حارس مرمى في العالم يعني، فهي هتبقى مباراه قويه جدا. ايه الاخطاء بقى حضرتك شايف في المباراه بتاعه سلوفينيا ممكن ان احنا يعني نخلي بالنا منها من وجهه نظرك؟ وفكره كمان ان البعض قال او بعض النقاد قال هو ليه التشكيل اصلا كان كده، يعني ليه بدانا باحمد هشام، ليه بدانا باحمد الاحمر، كنا نستنى شويه يعني، خلينا نعرف وجهه نظرك برضه. ان هي كانت بدايه، انا شايف ان هي بدايه طبيعيه جدا. هو احمد هشام تواجد بدايه المباراه لاصابه علي زين، بالظبط كانت اصابه علي زين في المباراه بيلاروسيا، فهو حب ان هو ما يجازفش بيه في بدايه المباراه، ان هو يبدا باحمد هشام، واحمد هشام ماشي بمستوى كويس جدا. انا شايف ان هي كان الضغط اللي كان موجود هو اللي خلى اطار الماتش يبدا بالشكل ده. شايف ان احمد الاحمر، انا طبعا شايف ان هي بدايه صح 100%. فرقه سلوفينيا فريق بيلعب نفس شكل اللعبه بتاعنا، فاحنا محتاجين عناصر الخبره ان هي تبدا يعني عندنا الاختراقات اكتر. الوضع الطبيعي ان هو المفروض لفرقه سلوفينيا، انا دي ما فيش اي اخطاء ان هي حصلت، ان هي كبدايه اللعيبه ما انا شايف ان هي بدايه صح 100%. طب لو احنا اتكلمنا على الكامباك السريع في الشوط الثاني، اكيد ده كان نتيجه برضو خطا من مدرب سلوفينيا. انا برضو تابعت بعض التعليقات، فمن وجهه نظرك ايه هو الخطا اللي كان للمدرب او يحسب عليه؟ لا احنا هي ما نقولش خطا من مدرب، هو احنا الحمد لله كانت اللي فرق معانا كان في الدقيقه 5 من الشوط الثاني تحديدا، كانوا هم حصل ايقاف دقيقتين. احنا الفتره دي بالظبط الثلاث دقائق دول احنا قدرنا نرجع فيهم السكور، ان احنا قدرنا نقطع ثلاث كور، قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه. كان عندهم سنتر هوف ده من احسن لعيبه في العالم بيلعب في نادي كيل، انا شايف ان هو خروجه هو ده اللي ادانا الدفعه ان هو اثر على الاداء بتاع سلوفينيا في الهجوم، فهو ده يعني اللي خلى شكل المباراه يختلف. واحنا لعبتنا زي ما بنقول في الهاندبول كده ان هو لما بنبدا نسيطر على المباراه محدش بيقدر يقف قدامنا، وده اللي حصل وبان بالشكل ده، والحمد لله على النتيجه ان هي تعادل، دي حاجه بالنسبه لنا كويسه طبعا. طيب احنا هستاذنكم بس ان احنا معانا على التليفون الباشمهندس هشام نصر، وهو رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد. باشمهندس هشام صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا كابتن كريم. بدايه كلام طبعا لا نملك غير كل تحيه وتقدير، طبعا ده كان مش كلامنا ده كلام العالم كله فيما يتعلق بتنظيم مصر الرائع الحقيقه لكاس العالم لكره اليد مصر 2021، فبنهني حضرتك بنهني كل القائمين يعني على هذه المنظومه المتكامله الحقيقه، وبتهيألي مفيش انسب من حضرتك اللي جاوبنا على نفس السؤال اللي كنا بنساله لكابتن محمد من شويه، فكره ان مصر تصدت لحدث كبير جدا، حدث عالمي في توقيت غير مسبوق بتفاصيل غير مسبوقه بطبيعه الحال، فحضرتك تقول لنا كده على نوعيه التحديات اللي انتوا اضطريتوا تخوضوا فيها وكيفيه التغلب عليها. اتفضل يا باشمهندس. اولا الحمد لله ومبروك على اسره كره اليد المصريه والعربيه، وكمان مبروك للشعب المصري. كان كره اليد دايما عند حسن الظن في اسعاد الجماهير المصريه. الحمد لله كمان على غير النتيجة على تنظيم البطولة. تنظيم البطولة دي بالذات بتضيف لمصر التميز. العالم في التوقيت ده اختارت الأسهل وهو تأجيل البطولات أو إلغائها. صحيح. لكن مصر الموضوع مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق فكرة البقاعة والإحترازات الطبية الشديدة اللي تم تنفيذها الحمد لله لحد النهاردة تقريبا اليوم ال 12، الحمد لله كانت على اعلى مستوى وردود الفعل اكثر من رائعه. انت حضرتك بتسطر تاريخ وتشجع الدول على ان الحياه لازم ان تستمر. لو طبقت مجموعه الاجراءات اللي هي اللي اتطلبت عشان نتقي شر هذا الوباء اللي موجود، تقدر اي دوله تنظم بطوله لو اخذت من مصر الجايد او الكونسبت اللي هي عملته وتضيف عليه بناء عن ظروف كل دوله. فالحمد لله على التنظيم على افضل ما يكون، شبكه تعاون خطيره من جميع افراد الاتحاد او اللجنه المنظمه او الدوله اللي سخرت فعلا بدون مبالغه
كل امكانيات الدوله علشان سمعه مصر. صحيح. واعتقد ان ده حقق بنجاح الحمد لله. طيب باشمهندس هشام طبعا صباح الخير على حضرتك، وانا عايزه بقى اروح من الجزء التنظيمي للجزء اللي على الارض بقى. احنا بنتكلم هنا عن المستوى، انا عايزه اروح مع حضرتك لده، وكنت لسه بسال كابتن محمد يعني راي حضرتك ايه في المنتخب من بدايه المونديال لحد دلوقتي، وفكره برضو الروح اللي موجوده لدى البعض ان يا جماعه الماتش اللي جاي ده ماتش قوي جدا للدنمارك، يعني ربما تكون نسبه فوز المنتخب المصري يعني قليله او في صعوبه، فخلينا نسمع راي حضرتك في هذا الموضوع. طبعا بصبح على كابتن محمد وانا سامعه وهو بيقول تحليلاته المضبوطه على فريق منتخب مصر، لكن انا عايز اقوله ان برغم النتيجه دي اللي اتحققت الحمد لله، انا رايي الشخصي ان كان ممكن كمان نوصل لابعد من كده، لكن خلينا نحط الامور في نطاقها. المنتخب طبعا بسبب كورونا ودي امور خارجه عن ارادتنا، الاعداد بتاعه ما كانش كما يجب، ما كانش فرصه المعسكرات الخارجيه والماتشات مع مستويات اعلى لم تتحقق بالصوره المطلوبه، ورغم كده الولاد بذلوا مجهود عالي جدا مع فرق عالميه مستوى كبير. انك تحافظ على ان انت تبقى في الثمانيه الكبار لكاس العالم لثاني مره، على الرغم ان المره دي في 32 فريق واخر مره كانوا 24 فريق. صحيح. بدايه المباراه الاخيره امس طبعا في ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه، عليهم مسؤوليه كبيره ان الماتش حياه او موت علشان يطلعوا في الثمانيه الكبار، وده اللي اثر في بدايه المباراه على اللاعبين، كان في عدم دقه في التصويت من نجوم كبار المفروض ما بيضيعوش يعني الكور السهله ديت. لكن الميزه الاهم اللي حصلت وزي ما قال الكابتن محمد فعلا كان مجرد الكوتش بتاعهم اخطا في اصراره على ان هو يخلي الجون فاضي في التوقيت ده، فعلا قدرنا نرجع للمباراه، وده نتيجه تركيز من اللعيبه واصرار على غير العاده يعني في الفرق المصريه انها ترجع من بعيد وتخش المباراه وتكسب فرق اثنين. انا شخصيا كنت اتمنى ان المباراه تنتهي بالفوز، لكن الحمد لله ان احنا طلعنا بهذه النتيجه وبقينا من الثمانيه الكبار. ان شاء الله المباريات القادمه كلها هتنتهي بالفوز. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس هشام نصر رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وعوده لضيفنا العزيز كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق في كره اليد. مفيش بطوله دوليه وخصوصا لو بنتكلم على كاس عالم في اي رياضه بالمناسبه، لازم كل مره كلنا بنتفاجئ بامور استجدت ما كانتش موجوده قبل كده، او لو كانت موجوده ما كانتش موجوده بالكيفيه دي. فايه اكتر الامور اللي كانت ملفته للنظر بالنسبه لك، بل شكلت مفاجاه من وجهه نظرك، سواء على صعيد منتخبنا احنا شخصيا المنتخب المصري او على صعيد الفرق الاخرى؟ انا شايف والله ان احنا اللي فاجئني عناصر الشباب اللي موجوده عندنا في الفريق، ان هي تظهر بشكل اللي ظهروا بيه في البطوله دي، انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا، ان هم عندهم جرأه، انا بشوف ان هي جرأه منهم ان هم اول مره ليهم ان هم يلعبوا كاس عالم، كاس عالم كبير مش كاس عالم شباب على ارضه، انا شايف من غير جمهوره، من غير جمهور طبعا، دي انا شايف ان هم دي حاجه طبعا تحسب لهم، لعيبه هايلين جدا، انا مبسوط منهم بصراحه ان كم اللعيبه اللي موجودين دول وغير لعيبه تانية كمان، انا شايف من وجهه نظري ان هيبدا في احتراف للعيبه، انا من وجهه نظري ان هي هتبدا تبان الفتره الجايه ان شاء الله. طيب لو خدت من كلام حضرتك وهنا قصه الجمهور ان هو مش موجود، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس من وجهه نظرك هل، عشان ممكن يبقى في راي مختلف، هل وجود الجمهور مش متعوض شويه بفكره هنا اهتمام الدوله كلها بدايه من سياده الرئيس والتهنئه طبعا اللي هو ارسلها امبارح، وفكره كمان الاعلام ان هو كمان مهتم جدا بكره اليد على عكس برضو قبل كده ما كانش فيه الاهتمام اللي لاقيينه دلوقتي، فهل
من وجهة نظر حضرتك ده ما يديش برضو دفعة قوية للمنتخب عندنا؟ يعني أكيد هو مش هيعوض وجود الجمهور، لكن برضو بيوصل رسائل معنوية كويسة جدا. وطبعا رسالة الشكر من سيادة الرئيس طبعا امبارح دي حاجة دفعة قوية جدا للمنتخب. الشو الإعلامي اللي موجود طبعا دي حاجة تفرحنا، ان كان في عندنا مشكلة فعلا بالنسبة لعيبة الهندبول عموما، ان احنا بنقول كان مهدور حقنا شوية في السوشيال ميديا والإعلام والكلام ده كله. فأنا شايف ان دي طبعا دفعة كويسة، بس هي فكرة الجمهور ان هي بترهب الفريق اللي قدامي خصوصا على ارضك بالظبط. يعني كان ممكن طبعا الكم العدد لما الصاله بتبقى مقفوله بيبقى الموضوع مرعب بجد. هو بيدينا دفعه والفرق اللي قدامنا بتبقى نازله، هي فعلا بتبقى نازله خايفه، فده بيأثر عليهم وده بيبقى معانا في صالحنا كفريق واحنا بنلعب في المباراه، ده بيدي حماس كبير جدا. وانت حسيت ده بنفسك اكيد عشرات المرات وانت كنت لاعب سابق وشاركت في بطولات كتير، فعارف كويس قوي انعكاس هتاف الجماهير اللي بترج المدرجات بقى واصل لدرجه ايه مع اللعيبه. فيعني هو طبعا الجمهور بيبقى موجود في الملعب، ده بيخلي اللعيب بيطلع مش ال 100% بيطلع ال 500% اللي عنده. صحيح. غير كده ان هو وجود الجمهور احنا بتوصل لمرحله ان احنا بنبقى جنب بعض لعيبه جوه الملعب ما بنسمعش بعض. فده طبعا بالنسبه لنا دي بتبقى حاجه حافز جدا. واهم حاجه بقى فيها واحنا بنبقى موجودين في الملعب اللي الناس اللي جايه تهتف باسم مصر وجايه تهتف باسمنا دي ما تروحش تبقى زعلانه. فدي بيبقى اول هدف لينا بيبقى موجود واحنا موجودين في الملعب. لا ان شاء الله كلنا نفرح معاك ومع رجاله منتخب مصر كره اليد اللي مشرفينا واللي ان شاء الله هيشرفونا بالمزيد من النجاحات والانتصارات الفتره الجايه ان شاء الله. مصممه الاوراق دي تقع. على كل حال شكرا ليك كابتن محمد، شكرا لحضرتك جدا، التوفيق باذن الله لمنتخب مصر. الماتش يوم الاربعاء الساعه 7، ويا رب كده دايما يعني الفوز يكون من نصيب مصر، وكمان الدعم زي ما احنا اتكلمنا كتير ندعم فريقنا، بلاش نروح للانهزاميه، علشان يعني انا بقول فريقنا هو منتخبنا يعني، بس احنا بنتكلم عن مصر طبعا. فنتمنى ان شاء الله ان الفوز يكون مصري. دلوقتي احنا معانا بقى الفقره الاخيره بعد الفاصل، هيكون معانا كابتن عمرو الحديد، وحننتقل من كرة اليد لكرة القدم والفريق الأول الأهلي وما هو قادم من ماتش بيراميدز بعد كده مونديال أو كأس العالم يعني للأندية بعد الفاصل.